في ناس بتقول ان انت استخدمت فلوسك، يعني نزلت الملعب واستخدمت نزلت الملعب بفلوسك، بمعنى على طول في تبرع 2 مليون جنيه لكره اليد، على طول هجيب فانيلات، هحل ازمه فانيلات نادي كره اليد وكره السله، على طول هحل ازمه الرباعي ما اعرفش ايه، يعني نزلت الملعب بكفاءتك ولا نزلت الملعب بفلوسك؟ لا، اول حاجه الفكر. في بعض الناس بتتكلم ان الفكر والمال او دول ضد بعض. يعني في كلام ان هشام نصر يحمل الفكر وانت بتحمل المال. احنا يعني مش هنتكلم عن كابتن هشام نصر، احنا بنتكلم على فكره الفكر والمال. المال ما بيجيش الا من الفكر، ده رقم واحد، يعني هم جزء واحد، هم مش جزئين. لا طبعا، ممكن حد يحمل المال ولا يحمل الفكر، ده شيء. هيجيب المال ازاي؟ يعني من هو ماشي لقاه في الشارع؟ لا، من عمله في قطاعات اخرى. مظبوط. ولكن يستخدمها في لا مكانها. مش الاستخدام. ما انا بقول لحضرتك انت ليه برضو الحمد لله الواحد ليه تاريخ في نادي الزمالك، يعني قبل مني كمان الوالد، فدي حاجه احنا عايشين مع الجمعيه العموميه. بس تعملونا في مجالات اخرى، يعني نعم؟ انتوا بتشتغلوا كرجال اعمال وفي نفس الوقت أخرى. برضو انا عايز اقول لك على حته الايه، المال. المال النهارده ما انت ممكن حضرتك تستخدميه، وبرضه تستخدميه في الدعاية وتستخدميه في كل حاجة. المهم تستخدميه فين؟ يعني ما هو الناس، المجموعة الأخرى أو القائمة الأخرى أو أي مرشح، هو برضه استخدم المال، بس هو استخدمه لإفادة إيه؟ فالفكر بالنسبة لي جه من هنا. بس هل صح، هل من الملائم ان احنا ننزل في وقت الانتخابات ندفع 2 مليون جنيه لكرة اليد نجيب الفنيات؟ ينفع دي في بعض الاماكن. على فكره كابتن حسين لبيب قال ده شيء عظيم على فكره. طب انا هقول لحضرتك ينفع ليه؟ ولم يختلف. لكن هل ترى ان دي مش عايز اسميها ريشة؟ ما انا عايز اقول لا، هي مش كده. بس عشان ايه يعني الامور تبقى واضحه، هي مش كده خالص. ولكن ينفع لانك انت استخدمتيها في المكان المناسب. يعني ايه استخدمتيها في المكان المناسب؟ حضرتك عندك، انت دفعتي 2 مليون جنيه للاتحاد كره اليد. طب لو ما دفعتيش انسحاب كره اليد، فانت هل حليتي أزمة؟ ايوه صح. ولا بتستخدميها دعايه انتخابيه؟ لكن حليت ازمه في وقت انتخابات، فالناس تشوفك ان انت، عشان هو ده وقتها، هي يعني الوقت ده دلوقتي. يعني لو كسبت، هل انت بتقول في الوقت نفسه انك ضد التبرعات، ان ضد التبرعات لنادي الزمالك، فلو كسبت لا أنا انت ضد، هتكمل أنا بقى ضد، قصه أنا ضد الانفاق على النادي لا من جيبك؟ انا بتكلم انا ضد كلمه التبرعات. اي مؤسسه كبيره ليها الموارد بتاعتها وتقدر تعتمد على نفسها، ولكن في نفس التوقيت هي تقبل الدعم والمساندة والمساهمة، لكن التبرع لما تكون مؤسسة ليس لها موارد فحضرتك بتتبرع لها. انت بعد كده اذا تمكنت من الحصول، اذا كسبت ان شاء الله، هل هتكمل بقى في هذا الاطار؟ هتفضل طبعاً تصرف على النادي؟ لا لا لا، هي هتفضل متبرع نادي يعني؟ نادي الزمالك اكبر من كده، يعني نادي الزمالك حضرتك اكبر من ان هو واحد، ما فيش رجل اعمال يقدر يصرف على نادي الزمالك، عشان بس ده قولا واحدا. الحته الاولانيه ان احنا لما عملنا او انا عملت بعض الحاجات، حضرتك عملتيها لحل ازمه. في فرق من حل ازمه وان انت حضرتك عماله بتحط أيوة في فلوس. ايوه، كنت هتحل الازمه دي لو ما كنتش مرشح في الانتخابات؟ طبعا. كنت هتدفع ولو كنتش مرشح في الانتخابات؟ ولو النادي الزمالك في ذات التوقيت عندي مشكله في الحته دي، اقدر ان انا اساهم فيها. ايه المشكله؟ ليه قررت، بتقول ان انت قررت تخصص ميزانيه الحمله الانتخابيه لحل المشكله، ايه ميزانيه الحمله الانتخابيه؟ يعني مثلا حضرتك عامل كام يعني للحمله الانتخابيه؟ من غير ارقام، لكن انت حضرتك مثلا انت دخلتي اول حاجه خالص موضوع الهاندبول. طب هو حضرتك الهاندبول ده لو حضرتك ما دفعتيش هذا المبلغ في هذا التوقيت، ايه اللي يحصل؟ ما احنا لازم نبقى عارفين. ايوه، المفروض النادي يحلها. ما هو يا فندم خلينا، المفروض ما تكونش المنافسه. انت كده اظهرت ان المنافسه منافسه فلوس، فالجانب الاخر ابتدى يعمل صندوق هو الاخر ويقول لك انا كمان هتدخل لي حل شيء مشكلاته. لا، ده شيء كويس جدا. لا، 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 هي المنافسه في الفكر ولا المنافسه مين معاه فلوس اكتر؟ لا، هي مش يحل بالفلوس. بيها المشكلات. لا لا لا، خاصه ان النادي عنده ازمه. لا، هي مش بالفلوس. ولكن حضرتك قلت كلمه ازمه، هتتعاملي مع الازمه ازاي؟ ما بعد الانتخابات اوكي نتعامل معاها بعد الانتخابات. الكوماندوز نادي الزمالك فريق اليد بالكامل هينسحب. طب ايه ده هينسحب ليه؟ لان حضرتك انت القيد مقفول عليكي ومعاكي 5 لعيبه فقط.
معاكي 5 كارنيهات، طب الملعب بيحتاج كام لاعب؟ مفهوم. انت فندم حليت ازمه، انت حليت ازمه بالظبط. طب ايه المشكله في كده؟ وبعدين دخلت بقى تجيب فانيلات لكره اليد وكره البتاع الكره والباسكت السله والطايره والهاندبول ثلاثه. ليه بقى؟ بالظبط، لانك انت حضرتك اول حاجه لمستيها، ما هو انا ما خدتش قرارات فرديه. خدي بالك كل الكلام ده معمول بشكل مؤسسي. يعني ايه؟ يعني انا قعدت مع الدكتور عماد البناني وعرفت، انا لامس المشاكل، فقلت له دلوقتي احنا عندنا مشاكل في شركه متعاقد معاها نادي الزمالك لمده 3 سنوات، ان هي بتلبس الفريق الاول لكل القطاعات، وبقيه القطاع الناشئين نادي الزمالك هو اللي يشتري. طب النادي الزمالك متعسر حاليا، نادي الزمالك باسم نادي الزمالك يروح لاعب لابس تيشيرت غير التاني؟ دي مشكلة عماد البناني يا فندم، دي مشكلة نادي الزمالك، دي مشكلة عماد البناني. لا يا فندم، دي مشكلة نادي الزمالك ومشكلة كل اولاد نادي الزمالك. بس انت كده بتضغط على الاخرين، يا فندم، على كل المنافسين يا فندم، كلهم رجال اعمال، والناس تشوف تقول لك هاني العتال بيدفع اكتر، يبقى انا هخليني انا هنتخب هاني العتال، لانه هاني العتال هو اللي عنده الملاءة المالية اللي هتسند النادي في وقت الازمة. حلو. وده مش صح. طب ما هم رجال اعمال ويقدروا يعملوا ده لمصلحة نادي الزمالك. ده مش مين صح؟ قال انه مش صح؟ استخدام المال في وقت الانتخابات دي قواعد انتخابية يا فندم. انا ما استخدمتش المال، انا ما اديتش حد فلوس في ايده، تفرق كتير خالص حضرتك. بس دي مؤسسة، ده نادي الزمالك، دي اسرة. زي ما حضرتك دلوقتي تخش البيت تلاقي الولاد جعانين، تجيبي اكل ولا معلش معلش لحظه واحده لحظه لا يا فندم، هي ما انا هقول لحضرتك على حاجه. انت النهارده عندك مشاكل، المشاكل دي في اسم نادي الزمالك، انت بتقدري تساهمي فيها، ما تساهمي لو خسرت. طب ما هو كابتن هشام نصر مثلا، كابتن هشام نصر دفع 1,000,000 جنيه. ايوه، ما هو ده بعد ما انت عملت كده، فابتدينا بقى كل واحد. طب وهو لو شايف حلو قوي الكلام، المشكلات. طب ولو هو شايف ان ده خطا، عمله ليه؟ ما هو المنافسة بقى ما بقتش منافسة على مستوى فكري، المنافسة مين بقت قال على ما مستوى فيش فكر؟ مادي. يعني حضرتك النهارده لما تحل أزمة لما تحل ازمه الهاند بول، ده مش فكر. انا حرجع لما تقعدي مثلا مع المدير التنفيذي. الفكر ان يكون عندك برنامج، وهرجع طيب اسالك في الفكر. حلو. لما تقعدي مع المدير التنفيذي حضرتك الدكتور عماد البناني، وتلاقي عندك مشكله في الملابس، وتعمليها مع الشركه اللي نادي الزمالك متعاقد عليها، واللبس يجي من الشركه على المخازن، والمخازن للنشاط الرياضي، ومن النشاط الرياضي للاجهزه، وكل الفرق تستلم، ده شيء وحش؟ ده شيء يزعل حد؟ أنا مستغرب. يعني ده شيء ملوش علاقة بفكرة الانتخابات.